بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيبي ولادي وبناتي طلاب الثانوية العامة، أهنيكم بنفسي وأقول لكم مبارك النجاح، ودايما كده إن شاء الله موفقين في حياتكم الجامعية. كنا سعداء جدا جدا بالنتائج المبهرة اللي شفناها بصدق. يعني أهنيك ابني وبنتي بهذا النجاح، وأهني كل ولي أمر أب وأم، كلنا عشنا هذه الظروف الاستثنائية، ثبت خلالها بجد يعني أنه أنتوا بأمانة مش طلاب عاديين، أنتوا أبطال أن كنتوا تتحملوا هذه الظروف. وبصدق وأنا جدي في هذا الكلام، حضراتكم تعتبروا قدوة لكل الأجيال اللي جاية. يعني لو أي حد جاي بعد كده يقول لك أنا تعبان أنا مرهق وكلام من ده، سنة مرهقة، أو اللي شوف دفعة 2020 عاشت ازاي، امتحان بيتأجل، ضغط غير عادي، امتحان في الظروف فيها شيء من القلق، فانتوا بجد يعني ربنا يبارك فيكم. ده بينبئ بحاجة حلوة جدا جدا، ان شاء الله بإذن الله لما تخش الجامعة بتاعتك تأكد انك انت ان شاء الله هتكون بإذن الله حاجة كبيرة، حاجة كويسة جدا، لانك انت اكتسبت قوة الشخصية، قدرة على الأداء. فألف ألف مليون مبارك لكم حبايبي ولادي وبناتي. برضو بحكم شغلتي يعني كمدرس، حابب أهني كل زميل فاضل واصل مع أولاده بعد ما توقفنا بسبب كورونا، وقفوا على الكاميرا ونزل فيديوهاته، ويعني ربنا عالم بالإرهاق والتعب، لكن دعواتكم كانت بتوصل لنا وتوصل لغيرنا فكانت بتشجعنا. حاب أهني كل زميل فاضل في كل مكان وفي كل مادة، ربنا يعني إن شاء الله أكيد طبعا يعني كل تعبك كله بالنجاح. برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي أسعدتنا، كنا عملنا منشور على الجروب وعلى الصفحة بنقول لأولادنا اللي جايب الدرجات يعني من 77 ل 80 يبعت اسمه. احنا يعني والله هذا الكلام حبايبي ليس فيه مبالغة، احنا تجاوزنا 1500 طالب حتى الآن، والأجمل والأروع من فضل الله عز وجل لقينا ما يزيد على 50 طالب جايبين 80 من 80. الشيء ده أسعدنا، سجدت لله عز وجل شكرا. ليه؟ لأن تعبنا ما راحش، وربنا عز وجل يبارك فيه. وطبعا يعني المجهود اللي بوزل ربنا عز وجل أكرمنا به. الأسعد والأجمل والأروع علي وكنت في غاية السعادة إن أولادنا على مستوى الجمهورية بدون تثبيت محافظات، والله يا أولادنا من يعني أسوان الإسكندرية من كل مكان بيجينا نتائج مشرفة مبهرة، ربنا يبارك فيكم طبعا يعني. وإحنا الوقت يعني بنجهز لوحة الشرف الكاملة لكل أولادنا اللي جايبين 80 من 80، اللي تجاوزوا 50 طالب إن شاء الله تقريبا، تبقى لوحة كده مشرفة بإذن الله ليكم. طبعا لازم أهني أولادي وأبنائي من الطلاب الأوائل من الأول للعاشر، سواء كنت معنا أو مع غيرنا من الزملاء الأفاضل، مبارك، مبارك النجاح، مبارك الفرحة، ربنا يفرحك دايما بنتي وابني. نجاحك بالثانوية فرح، لكن إن شاء الله بإذن الله نجاحك في الحياة الجامعية بإذن الله هيكون كله تفوق بإذن الله وكله نجاح. فألف ألف مليون مبارك ليكم يا أولادنا. لكن لو تسمحوا لي يعني، إحنا كان معنا ثلاث أولاد من أولادنا وبناتنا اللي حققوا المراكز الأولى، حابب أهنيهم بنفسي يعني، وده يعني واجب علي وحق ليهم، هم أولادنا وتعبوا معنا السنة دي وتعبنا معهم. كان معنا من أولادنا علم رياضة من الطلبة الممتازة اللي حابب أهني بنفسي طبعا يعني، الطالب كريم محمد سعد كروش. كريم كان من الناس الممتازة، من الناس الملتزمة، وكان دايما بيقفل معنا الدرجات النهائية. ده الثالث علم رياضة، بقول له مبارك، ربنا يبارك لك يا رب، مبارك الثانوية العامة إن شاء الله وبإذن الله النجاح في المستقبل. كان من بناتنا الممتازات اللي هم طبعا كانوا يعني متفوقين علميا وخلقيا، كان معنا الأنسة سهيلة أحمد محمود حسنين. سهيلة ربنا يبارك فيها، كان دايما من الأوائل، طلع السادس أدبي، ربنا يحفظك يا سهيلة وألف مليون مبروك، وإن شاء الله بإذن الله النجاح الأكبر في حياتك القادمة إن شاء الله. من بناتنا الممتازات كان معنا من الأنسات الممتازة آية تامر شوقي إبراهيم. آية ربنا يبارك فيك، السادس علمي، السادس أدبي. آية كانت من الناس الممتازة علما وخلقا، وكانت دايما بتقفل معنا امتحانات الشهور. التلاتة حبايبي احنا عملنا لوحة شرف جميلة جدا، شافها كل الناس وأثنى عليها الجميع، وإن شاء الله يعني فرحتنا الكبيرة بإذن الله فيما بعد ربنا يوفقكم في حياتكم القادمة. لو تسمحوا لنا يعني بننبه برضو لجانب الفرحة دي، بنقول لأولادنا اللي هم كانوا يعني
أجله لظروف كورونا في الدور الثاني مش أقصى حاجة طبعا. احنا زي ما طلبتم فيديوهاتنا ما زالت موجودة على اليوتيوب على القناة إلواء التعليمية. طبعا للظروف انت أجلت ادخل إن شاء الله عليها شرح وافي باستفاضة، اوعى تقلق من حاجة إن شاء الله هتلاقي الدنيا زي الفل كويسة جدا جدا. ولادي اللي هم في تانية سنة وطالعين تالتة النظام الجديد الأنين وطبعا رسائل كثيرة جدا جدا، بقوله ما تقلقش إن شاء الله بكرة وبعده أنا عامل لك فيديو خاص بيك هشرح لك إن شاء الله إيه النظام الحديث. هو إن شاء الله سهل جدا جدا، ليس فيه صعوبات كما يدعي البعض. هولي سيادتك نبدأ إنت إن شاء الله، هل نبدأ سنتر أونلاين؟ كل ده هشرحه إن شاء الله ليك في فيديو. حبايبي ولادنا دفعة 2020 أنا والله في غاية السعادة، وكنت أسعد لما كنت منزل فيديوهات على اليوتيوب لما كنا خلف الكاميرا، بحس بسعادة غير عادية من دعوة من طالب أو من ولي أمر. أخيرا لا أمتلك لكم إلا الدعاء إن ربنا عز وجل إن شاء الله بقى يوفاك بإذن الله في الحياة الجامعية. وعاوز أنبه تنبيه، أي ما كانت الجامعة اللي أنت تكون فيها أنت اللي هتصنع نفسك بنفسك. خلي بالك أنت في ثالثة ثانوي كان في مدرس يعني وقف معك وبيحفظ وبيشرح وبيحيلك وخلي بالك وفوق واصحى، الكلام ده كله مش هتلاقيه في الجامعة. طريح عالم مفتوح، العالم ده إن شاء الله أنت اللي هتبني نفسك بنفسك. فتخلي بالك الحياة القادمة عايزة شيء من المجهود المضاعف بإذن الله. إن شاء الله مستقبل موفق ليك، نجاح دائم. حبايبي سعدت بيكم، مبارك النجاح، ألف ألف مليون مبروك، تهنئة دائما. وأرجو إن شاء الله دائما يعني التواصل بيننا بإذن الله لا ينقطع، سواء كان على الفيس أو كان على الصفحة، دائما نطمن كده على بعض. حبيبي أشوفكم بخير، دائما ناجحين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.